ما هو الهدف من معجزات يسوع المسيح؟ هل ما زالت معجزات المسيح مستمرة حتى يومنا هذا؟ كم عدد المعجزات اللي أجراها يسوع المسيح؟ من كفر نحوم رح أتكلم عن معجزات المسيح. من كفر نحوم منواصل دراستنا، وفي هذه الحلقة راح أتكلم عن معجزات المسيح. كفر نحوم في شمال بحيرة طبرية التي تطل على بحيرة طبرية الجميلة تحت مستوى سطح البحر، كانت تعتبر وطن المسيح الثاني. ترك المسيح الناصرة وجاء وسكن في كفر نحوم تتميم للنبوات. أرض زبلون ونفتالي رأت نور المسيح العجيب، وأيضا المنطقة كانت مزدحمة بالسكان، كان في مدن وقرى عديدة في هذه المنطقة. أنا موجود داخل مجمع يعود تاريخه إلى أواخر القرن الرابع أو القرن الخامس. هذا المجمع بني على المجمع الأصلي اللي بتشوفوا حجارته من الحجارة السوداء البازلتية. في هذا المجمع علم المسيح، شفى المسيح، وكان محور إرسالية وخدمة ومعجزات وتعليم يسوع المسيح من هذا المكان. هذا المكان مناسب لأنه معظم المعجزات حدثت في كفر نحوم، فرح أتكلم عن معجزات المسيح. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.